كلمه اخيره يا كابتن سامي قبل ما اسيبك. اتفضل يا فندم. كلمه اخيره اقولها قبل ما اسيبك في هذا الملف لوجه الله. اتفضل قول لنا انت كلمه اخيره. انا بناشد السيد الوزير اشرف صبحي طبعا قبل هذا الملف بالتحقيق مع كل من له صله بهذا الملف، ولازم زي ما انت حضرتك قلت عرضه للراي العام من المدان ومن البريء في الملف ده. تمام. لان الملف خد راي عام، وقد تكون يعني الوطن العربي كله عرف الموضوع دوت وتم اثارته، وانت طبعا متابعينك قد تكون على مستوى العالم. فلابد من ابراء ذمه الناس اللي تستحق الابراء وادانه الناس التي تستحق الادانه. طيب سؤال اخير جالك معلش، بيقول لك يا كابتن محمود رايك في الحكام بصفه عامه، خصوصا ان مستواهم وحش من غير الفار وبقي الطين مع الفار. ما هو الكابتن محمود جاوب قال لك مفيش اعداد بدني ولا في ولا ذهني ولا تحليل. يا راجل احنا كنا بنتفرج على سعيد عيسى سعيد حمزه كنت خاف منه انا في الشاشه. انا لما شفت الله اكبر اللهم الحسن ملقب بالاسد، لما شفته الماتش اللي فات بتاع الاهلي ووزنه في زياده، هو مش زايد قوي بس لما شفته وزنه زياده زعلت. بيني ما بينك بص يا استاذ عبد الناصر، انا يعني ايه مش عايز اخوض في الكلام دوت عشان ما اقولوش ان انا عشان بعيد بقول ان اللياقه البدنيه فيها كذا او كذا. انا الموضوع على عينك يا تاجر، انت شوف اوزان الحكام، شوف اللياقه البدنيه الحكام وصلت لفين. فاللي عايز اقوله انا شهادتي مجروحه يعني فجاه. انا سيدي الاخ محمود هو اللي جاوب على السؤال ده. اشكرك يا كابتن سامي، شكرا جزيلا. تحت امرك، وبشكر حضرتك، وكنت سعيد في المده اللي كنت فيها مع حضرتك، وبشكر الكابتن محمود سعد، وبشكر جميع المشاهدين، واتمنى ان اكون كنت ضيف خفيف يعني عليك. ان شاء الله على امل ووعد بحوار مصور ان شاء الله يا كابتن، شكرا جزيلا. لا اخطانك يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل اقفل من عندك يا كابتن. كابتن محمود. يا كابتن محمود. كابتن محمود معايا؟ يا كابتن محمود، كابتن محمود سعد. ما انت كنت يعني هو انت بتعمل الكونكشن مع كابتن سامي، حطيتنا على الانتظار معلش. لا لا كده تمام، انت كده معايا. قبل ما نقفل الملف ونروح للحالات التحكيميه بتاعت مباراه النهارده، عندك كلمه اخيره في الملف؟ هو الملف زي ما قلنا عشان برضو الناس اللي متابعينك بيتكلموا، الملف الاجهزه سيئه، المسؤول اللي يعني لو كان الكابتن جمال كان في اللجنه الفنيه اللي عشان استلام الاجهزه بصفته وكان رئيس لجنه الحكام، كان لازم يطلع يبدي رايه في الموضوع في وقته ويقول ان الاجهزه قديمه والاجهزه مش كويسه، ما يقولوش دلوقتي حالا. هو ده اللي كنت بطلبه من الكابتن غندور بتاريخه الكبير وبقيمته العظيمه بالنسبه لمصر وللوطن العربي وللعالم العربي كله اكمل. طيب المفروض يطلع يقول يا جماعه الاجهزه دي مش كويسه، اجهزه مستعمله، اجهزه دي هتعمل مشاكل، التقنيه بتاعتها ضعيفه.